مش عنه. وفي ناس بتعيش وتموت بالدور، جايز فينا يطلع دي بمصور عن ناس حوالي. خد يا ابني. نعم يا بيه. خد يا ابني ال 200 جنيه دول، روح على العربيه واظبطها واغسلها كده. حضرتك يا بيه انا ما بشيلش عربيات لحد. يا ابني انا مين انا بتاع الشوفي ده؟ ايه يعني؟ في ايه في ايه يا ابني؟ اهلا يا شهاب. اهلا. اهلا يا الشوفي ده. بلاقي ناس نضيفه بدل الناس الزباله اللي انت مشغلها عندك دي. انت الزباله مش انا. ازاي؟ انت بتضربني بالقلم يا حيوان؟ تعالى. انت الحيوان الحيوان. تعالى. ورا الشمس وربنا لا يحبسك. ايه اللي عملته ده؟ مجنون انت حيوان يالا. اقسم بالله النهارده الواد ده لازم يمشي النهارده، لو ما مشيش النهارده هسفكهولك تراب الارض. همشيهولك. حاضر همشيهولك. خلاص تجي انا اتضرب بالقلم يا سيفي بيه وديني ما انا سايب. ينفع اللي انت عملته ده؟ انت مجنون؟ هتودي نفسك في داهيه. يعني انت عربك اللي هو عامله ده يعني جاي يقول لي اغسل عربيه؟ ماليش اني اغسل عربيه يا عم. وبيشتم وبيعلي صوته، عامل معايا يعني؟ برضك كنت قلت لنا ونعرف سيوفي بيه هو يجيب لك حقك، لكن ما ينفعش تضربه بالقلم كده يا عم. ايه خلاص شكلك كده خطبانه، شوفك النهارده صف وامشي. طبعا انت عارف يا دمنهوري معزتك عندي قد ايه. عارف يا باشا، بس اللي انت عملته ده ما كانش ينفع يتعمل، خصوصا ان الراجل اللي انت ضربته ده رجل اعمال كبير قوي وشريكي، وما ينفعش اشوفه بيتضرب واقف اسكت. وانا يا باشا اللي رشيني من الميه رشه بالدم. تمام، يبقى تاخد حسابك وتتكل على الله وما اشوفش وشك هنا تاني. ماشي. عايز حاجة يا صاحبي؟ طب انت هتروح فين؟ عند الله واسع يا ابني. ما كنت قعدت معانا ونكلم لك سيوفي بيه ويقعدك. خلاص مبقاش منه فايدة. بلدينا بلدينا. مين عم حمادة؟ حمادة مين؟ حمادة المدني. يا سلام فهمت انا كده. انت مجنون يا عم انت؟
انا حماده يا عم، انا مش مجنون، انا لسه نازل من المركب لقيتك نايم، صعبت عليا. لا مؤاخذة يا بيه، اللي ما يشوفش من غير بار يا بعم. لا لا ولا حاجة، أنت زي أخويا. شكرا يا بيه. قوم تعالى معايا. أنا فين يا بيه؟ بلاش كلمة بيه بقى، أنا اسمي حمادة المدني. إيه ده، هو أنت حسام المدني؟ يا بيه. اصلا مكسبنا فيها كلها الربع. طب واللي يخلي لك بقى مكسبها ضيع ازاي؟ دي لعبتك بقى يا سيدي. بس ما قلتليش يا دمنهوري. على ايه؟ ايه اللي رماك في الشارع؟ انا كنت شغال عند راجل كبير اسمه سيف الرين، واقف في عاملين اللي ماسك الزرع. لقيت واحد بينادي عليا بيقول له خد اغسل العربيه. قلت له لا، كلمه منه على كلمه مني، شديت معاه ضرب لي بالقلم وضربه بالقلم. سيف الرين قال لي ما ينفعش وما ينفعش. قلت له رش بالميه، رش بالدم. كلمه منه على كلمه مني، خدت بعض ومشيت. ودي كان كل الحكايه. ياه ده الدنيا دوارة. المهم انت تعرف الناس دي؟ هي الحكاية كبيرة. اجل الكلام ده بعدين. الشغل الشغلة رسا والله. في واحد تاجر سلاح وصار، تعال بكرة الصبح نروح له ونشوف لك معاه شغلان. انا عمري ما بلوم حرام. حبكاش وتعال معايا بكرة الصبح. يلا نصبح على خير. بقول لك اتعلم الخيانة واللعب.
الشر.